ولله الأسماء الحسنى فهو الرحيم هو الكريم هو العظيم هو الحليم وجل من مناني وهو الودود هو اللطيف هو الغفور هو المقيت وعزد السلطان قدوس مؤمن والمهيمن والمصور عالم الإسرار والإعلان. الولي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الولي من أسماء الله سبحانه وتعالى، والولي يقال لكل أحد ولي أمرا من الأمور، ولذلك يقال ولي أمر المسلمين. والله سبحانه وتعالى هو الولي، ولي أمر هذا الكون كله، ولي أمر هذه العوالم كلها، إليه يرجع الأمر كله بحكمه وحكمته سبحانه وتعالى. وكذلك فأهل الإيمان والطاعة والاستقامة يتولون الله وحده لا شريك له بطاعتهم واستقامتهم وتقربهم إلى الله جل جلاله، وحينما عملوا هذا العمل فتولوا الله عز وجل بطاعته والاستقامة على دينه، تولاهم الله عز وجل أيضا، هو الولي سبحانه تولاهم برحمته وجوده ولطفه وأنا لهم فضله ورضوانه ورحمته في الدنيا والآخرة. الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحميد جل جلاله، المحمود بكل المحامد سبحانه وتعالى، والكون كله ناطق بحمده حتى رغم أنفه، تنطق حتى أجساد الكفار بحمد الله سبحانه وتعالى جل جلاله. الحميد سبحانه وتعالى يحمد لأفعال عباده ما فعلوه إليه، ولذلك تحمده قلوب الصالحين، تحمده قلوب الصالحين بألسنتهم، وتحمده قلوب الصالحين بقلوبهم، وتحمده قلوب الصالحين بجوارحهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحمدهم بأفعالهم فيني لهم فضله ورحمته ورضوانه وجوده ولطفه. وكذلك سبحانه وتعالى هو محمود في جميع أفعاله، حتى ما يقيم من عدله سبحانه وتعالى على من خالف أمره هو محمود في أفعاله كلها سبحانه وتعالى، وهو الحميد جل جلاله. نسأل الله أن ينيلنا فضله ورحمته وهو على كل شيء قدير. القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم والقيم والقيام كلها جاءت في السنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، وورد قيوم السماوات والأرض، وورد قيم السماوات والأرض. ما معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، المستغني عن غيره، وكذلك هو سبحانه وتعالى القيوم الذي قامت عليه السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والكائنات كلها، وهي من دونه لا شيء، فهي تتحرك بأمره وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني القيومية أنه سبحانه وتعالى جل جلاله باق على ما هو عليه سبحانه وتعالى في قيومته وفضله وعظمته في صفاته سبحانه وتعالى، لا يتغير ولا يتبدل، جل في علاه مستغن عن كل أحد، هو الله واحد أحد مستغن بصفاته عن كل أحد. وكذا له أسماء أخرى غير ذي، فتبارك الله العظيم الشان، سمى بها نفسا وأخرى في الكتاب، وعلم الأخرى لذي الإيمان، واستأثر المولى بغيب بعضها، إنا لنؤمن غاية الإيمان.